السلام عليكم طلبتي الأعزاء، سنتابع اليوم حل تمارين الأكتيفيتي لموديول 6 I am having fun. بسم الله نبدأ. وصلنا إلى page 59. Exercise 6. Complete the dialogue with the correct form of the verbs in brackets. أكمل الحوار بالشكل الصحيح للأفعال بين الأقواس. جاسمين: We wanted a different holiday. لقد أردنا عطلة مختلفة. So here we are in Lapland. لابلاند هي منطقة في السويد، إقليم في السويد. لذا نحن هنا الآن في لابلاند. What is Lapland like in winter؟ كيف تبدو لابلاند في الشتاء؟ Isn't it very cold؟ أليست باردة جدا؟ It's brilliant. إنها مذهلة. We الفعل الأول محلول. We are making our own program as we go along. نحن نصنع برنامجنا الخاص بينما نمضي قدما. لدينا هنا زمن الفعل مضارع مستمر R للجمع ثم الفعل مع ing. Dad is very happy. والدي سعيد جدا. Right now حاليا. إذا انظروا هذه الكلمة حاليا، في الوقت الحالي هناك فعل يجري، إذا نستخدم زمن المضارع المستمر present continuous. لدينا الضمير هي، ماذا نستخدم معه؟ is الفعل drive مع ing driving. He is driving. Snowmobile to go ice fishing. Snowmobile هي الدراجة الثلجية التي يركبون عليها على الجليد. Ice fishing هي عبارة عن الصيد على الجليد، أي إحداث فتحة في الجليد وإلقاء السنارة داخل هذه الفتحة لصيد السمك. My brother رفيق، أخي رفيق. Wants to go with him، يريد أن يذهب معه. So he الفعل take the test to get a full driving license. أخي رفيق يجري أو يأخذ الامتحان للحصول على رخصة قيادة كاملة. License رخصة، driving قيادة. إذن رخصة القيادة driving license. بالنسبة للفعل، أخي الآن يجري اختبار القيادة للحصول على رخصة القيادة. إذن he is taking the test. Mom الفعل go on all the snowmobile safaris on offer. إذن والدتي ستذهب في كل رحلات السفاري على الدراجة الثلجية المتاحة في العرض on offer في العرض. أيضا الزمن هنا المضارع المستمر، نحن نتحدث عن الوقت الحالي، ماذا تفعل هذه العائلة. إذن الأم is going. Yesterday she traveled across the frozen lakes. البارحة سافرت عبر البحيرات المتجمدة. Lakes بحيرات. Today she الفعل travel يسافر to see the northern lights. اليوم هي تسافر لمشاهدة الأضواء الشمالية، أي الأضواء التي تظهر في المنطقة الشمالية من الكرة الأرضية بقرب القطب المتجمد الشمالي، ويقال لها الشفق القطبي. ولدينا الكلمة today تشير أن الفعل يحدث الآن، مضارع مستمر. إذا نقول she is traveling. والفعل travel انتبهوا آخر حرف حرف ساكن، قبله حرف علة. إذا ماذا نفعل؟ نضاعف الحرف الأخير ثم نضيف ال ing. And you وأنت. What فراغ you do، ماذا تفعلين؟ أي ماذا تفعلين الآن؟ هي تتحدث عن أفراد العائلة، تسألها صديقتها وأنت الآن ماذا تفعلين؟ and what مع اليو نستخدم are، ولكن في السؤال ال are أو الverb to be يسبق الضمير. إذن what are you ثم الفعل مع ing. What are you doing؟ me أنا right now في الوقت الحالي. I الفعل sit in a very comfortable armchair. أنا في هذا الوقت حاليا أنا أجلس في armchair كرسي ذو ذراعين. arm ذراع، chair كرسي، كرسي ذو ذراعين أو أريكة. إذا أنا حاليا أجلس في أريكة مريحة جدا. نقول I am sitting. الفعل sit أيضا مثل الفعل travel. الحرف الأخير حرف صامت وما قبله حرف علة، نضاعف التي
I am sitting. And I الفعل drink a cup of hot chocolate near the chimney. وأنا أشرب فنجانا من الشوكولاتة الساخنة بقرب المدخنة. والفعل هو I am drinking. أنا الآن أشرب. لقد قالت right now حاليا. إنها الآن تجلس وتشرب. وقلنا chimney مدخنة. Exercise 7. Imagine you are ابن بطوطة. تخيل أنك ابن بطوطة. Use these notes to write 3 entries in his diary using the present continuous. استخدم هذه الملاحظات لكتابة 3 مداخلات في مذكراته باستخدام المضارع المستمر. إذن سنكتب 3 فقرات ونتخيل أننا ابن بطوطة ونكتبها في هذه المذكرات. We left Tabuk 5 days ago. لقد غادرنا تبوك منذ 5 أيام. Now we approach the well of الهجر. نحن الآن إذا مضارع مستمر نقترب approach يقترب. نحن نقترب من بئر الحجر. إذا approach يقترب well بئر. لدينا الكلمة now. نحن الآن نقوم بالفعل تدلنا على المضارع المستمر. إذا ماذا نغير بالفعل؟ نستخدم verb to be في المضارع و ing. We are approaching. The people look at the water. الناس ينظرون إلى الماء. إذن are looking. But they not drink a drop. لكنهم لا يشربون أي قطرة. إذن they are not drinking a drop. We follow the example of the prophet. نحن follow نتبع مثال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نحن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. We are following. He passed on his expedition to Tabuk. إذن النبي محمد عليه الصلاة والسلام مر بهذا البئر. Passed مر به أو تجاوزه. On his expedition في بعثته إلى تبوك. إذن قلنا expedition بعثة. And gave the order وأعطى الأمر not to drink its waters. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم مر ببئر الحجر وأعطى الأمر للناس أن لا يشربوا أي قطرة من مياه هذا البئر. We not stop here. نحن لا نتوقف هنا. إذن we are not stopping here. We go on the village of العلا. نحن نذهب إلى قرية العلا. إذا ماذا نقول؟ We are going on to the village. نتابع. Go on يتابع إلى أو يستأنف. It is a half day's journey from الهجر. إنها مسيرة أو رحلة نصف يوم من منطقة الحجر. We are now at العلا. نحن الآن في منطقة العلا. We eat and we wash our clothes. نحن نأكل ونغسل ثيابنا. We are eating and we are washing. We leave behind all the things we don't need. نحن نترك خلفنا كل الأشياء التي لا نحتاجها. We are leaving. الفعل leave ينتهي ب e. نحذف ال e ثم نضيف ال ing. This is the third day after leaving العلا. هذا هو اليوم الثالث بعد مغادرة leaving العلا. Our caravan قافلتنا stay تبقى in the outskirts of the holy city of Medina. Our caravan is staying تبقى outskirts ضواحي أو أطراف المدينة. إذن قافلتنا تبقى في أطراف أو ضواحي المدينة المقدسة المدينة أي ضواحي المدينة المنورة. إذن تصبح الأفعال بهذا الشكل. Are approaching نقترب. Are looking. Are not drinking. Are following. Are not stopping ضعفنا الـ P. Are going. Are eating. Are watching. Are leaving.
حذفنا الاي من نهاية الفعل وأضفنا الاي ان جي. is staying. stay تنتهي بحرف ساكن وقبله حرف علة، لكن حرف الواي له حالة خاصة لا نضاعفه مع أنه مسبوق بحرف علة ونضيف له الاي ان جي. page 60 هي أحجية كلمات متقاطعة، سأتركها لكم لتحلوها بأنفسكم. page 61 third section communication التواصل. a holiday postcard بطاقة بريدية من الإجازة أو من العطلة. read the postcard اقرأ هذه البطاقة. put the verbs in brackets in the correct tense ضع الأفعال بين الأقواس بالزمن الصحيح. جوردن 7th May 2000 إذن هذه البطاقة مرسلة من الأردن في السابع من شهر أيار من العام 2000 وكذا. دير عليا عزيزتي عليا we have a great time here. have a great time يقضي وقتا ممتعا. لدينا المرسل هنا سميرة. سميرة ترسل بطاقة إلى عليا تخبرها عن إجازتها، إذن هي تتحدث عما يحدث الآن في الإجازة، فستستخدم زمان المضارع المستمر وتقول نحن نقضي وقتا ممتعا هنا، إذن ستقول we are having. حذفنا الإي من الفعل الذي ينتهي بالإي وأضفنا الإي إن جي. the hotel's wonderful إذن the hotel فاصلة علوية is إذن the hotel is الاختصار the hotel's wonderful الفندق رائع and the people are very nice والناس لطفاء جدا. yesterday evening مساء البارحة إذن كانت هنا تتحدث عن الوقت الحالي إنها تقضي وقتا ممتعا، ثم انتقلت للحديث عن مساء البارحة. yesterday إذن زمن ماضي. we have dinner at the restaurant تناولنا العشاء في المطعم. إذن سنحول هذا الفعل إلى past simple. فعل have هنا يتناول أي يتناول الطعام، الماضي من have هو had. the children not enjoy it but Faisal and I did إذن عندما تناولوا الطعام في المطعم البارحة الأطفال لم يستمتعوا بهذا الطعام أو بهذا العشاء، ولكنني أنا وفيصل استمتعنا به. إذن لم يستمتعوا، لازلنا نتحدث عن البارحة عن الماضي. إذن the children في النفي نستخدم الفعل المساعد في الماضي did ثم not enjoy، يبقى الفعل كما هو لأننا وضعنا إشارة الماضي مع الفعل do وأصبح did. إذن did not ثم الفعل كما هو didn't enjoy. فيصل and the boys فيصل والأولاد الفعل wake up يستيقظ early مبكرا. مبكرا إذن استيقظوا مبكرا ماضي، لا يستيقظون الآن لقد استيقظوا وانتهى زمن الفعل. إذن فيصل and the boys woke up ماضي wake woke. and now they water ski. water ski التزلج على الماء. now الآن الآن تدلنا على أن الفعل يحدث الآن. ماذا نقول إذن؟ نستخدم المضارع المستمر they are water skiing. the girls الفعل play beach volleyball. إذن قلنا فيصل والأولاد are water skiing والفتيات are playing تلعبنا كرة الطائرة الشاطئية beach volleyball. well that's it for now حسنا هذا هو كل شيء للآن. see you soon أراك قريبا سميرة. page 62 fourth section focus on writing capital letters and punctuation الأحرف الكبيرة وعلامات الترقيم. Write these addresses in a suitable layout. اكتب هذه العناوين بتنسيق مناسب. Use capital letters where necessary. استخدم الأحرف الكبيرة عند الضرورة. إذن هذه الكلمات تدلنا على عناوين أماكن. كيف نكتب هذا العنوان بالطريقة الصحيحة؟ في العناوين كل الكلمات تبدأ ب capital letter. لاحظوا لدينا الحرف الأول من كل كلمة capital letter. وبين كل دلالة للعنوان والقسم الآخر من العنوان نبدأ بسطر جديد. والأحرف المستقلة أيضا والرموز تكتب بكابيتال لتر. وبي أيضا لاحظوا Grand Hills Hotel
كل الكلمات ما عدا كلمة and هنا لأنها حرف عطف، كل الكلمات تبدأ بالكابيتال لتر. سي لدينا رقم صندوق بريد، نكتب الحرفين بي او بعد البي والاو نقطة ثم كلمة بوكس كابيتال لتر والرقم وبوكس كابيتال. أيضا دي لدينا هنا رقم نمبر، كلمة نمبر، الحرفان اللذان يشيران إلى كلمة نمبر، نبدأ الحرف الأول نكتبه كابيتال ثم نقطة والرقم وأيضا باقي الكلمات كابيتال. Exercise 2. Read this extract from Ibn Battuta's diary. اقرأ هذا المقطع من مذكرات ابن بطوطة. Add capital letters and punctuation marks where necessary. أضف الأحرف الكبيرة وعلامات الترقيم حيث هو ضروري. لدينا I entered. I بداية الكلام، بداية الجملة، و I أيضا تكتب دائما بالكابيتال لتر. Damascus اسم مدينة تكتب بالكابيتال. Thursday اسم يوم كابيتال. ثم فاصلة، أنا دخلت دمشق، توقف بسيط، ثم 9th رمضان، التاسع من رمضان. إذن رمضان اسم شهر يكتب بالكابيتال، اسم اليوم، اسم المدينة، حرف الآي أو ضمير الآي دائما يكتب بالكابيتال وأيضا بداية الجملة بالكابيتال. هنا Thursday ثم توقف بسيط لتتمة الحديث أو استئنافه، التاسع من رمضان، ثم فاصل أو توقف بسيط لاستئناف التاريخ وهو التاسع من أغسطس، اسم شهر أيضا كابيتال، واسم منطقة الشرابيشية The Malikite College. إذن الشرابيشية في الكلية المالكية، أيضا هذا اسم مكان كابيتال كابيتال وأيضا اسم مكان. نقطة، انتهى الحديث. دمسقس اسم مدينة كابيتال وبداية الكلام. Surpasses all other cities، تفوقت على جميع المدن الأخرى في الجمال، انتهى الكلام. نقطة. دي أمياد موسك سيشرح الآن عن المسجد الأموي. اسم المسجد الأموي اسم مكان، نبدأ كل كلمة منه بكابيتال. دي أمياد موسك أيضا كابيتال كابيتال. is the most magnificent mosque in the world، أعظم مسجد في العالم. ثم فاصلة، يريد أن يتابع الشرح. The finest in construction and noblest in beauty. فاصلة، توقف بسيط، ثم متابعة الكلام ونقطة، انتهى الكلام. Its beauty is unequaled. إذن جماله لا يمكن مضاهاته بأي شيء آخر. Beauty فاصلة علوية حرف S. ما هذا؟ Its تابعة للمسجد. جماله، جمال المسجد، is، إذن beauty، its beauty is unequaled، هذا اختصار beauty is، إذن فاصلة علوية لاختصار ال is مع ال beauty، انتهى الكلام. نقطة. بدأنا جملة جديدة capital letter. Roman emperor. Roman روماني، أي تابع لدولة، نتحدث عن دولة أو جنسية. capital letter. At Constantinople، القسطنطينية، اسم مدينة، إذن capital، انتهى الكلام. نقطة. بداية الكلام capital. The western door، بداية الكلام capital. The door of the post، باب البريد، ميزناه، له اسم، هو اسمه باب البريد، إذن نكتب الكلمات بالcapital. نقطة، انتهى الكلام. بداية الكلام أيضا in capital. In the passage outside the door، في الممر خارج الباب. ماذا؟ نتوقف قليلا ثم نتابع الكلام، إذا نضع فاصلة. There are candle makers shops، توجد محلات صانعي الشموع. candle makers جمع، كلمة جمع، محلات صانعي الشموع. إذا علينا أن نضع بعد الكلمة الأولى فاصلة علوية وإس الملكية للدلالة على أن هذه الكلمة تابعة لهذه الكلمة، ولكننا هنا لم نضع إس الملكية. لماذا؟ لأن الكلمة انتهت بحرف إس. إذن عندما تنتهي الكلمة بحرف إس ونريد أن نضيف لها فاصلة علوية وإس الملكية، نستغني هنا عن إس الملكية ونكتفي بالفاصلة العلوية. ثم انتهى الكلام. نقطة. بداية الكلام The Northern Door، الباب الشمالي، هو Door of the Confectioners. Confectioners الحلوانيين، الذين يصنعون الحلوى. Candle makers صانعي الشموع. انتهى الكلام. نقطة. إذن هنا door of the confectioners
اسم لهذا الباب نكتبه بالكابيتال لتر، اسم لمكان. outside بداية الكلام capital letter، فاصلة، في الخارج، فاصلة، نتابع الكلام. there is also a large passage، يوجد ممر كبير، انتهى الكلام، نقطة. on the right على اليمين، بداية الكلام capital، فاصلة. إذا نحن هنا نذكر أماكن ثم نضع بعدها فاصلة، في الخارج الدلالة على الأماكن فاصلة، على اليمين فاصلة، ثم نذكر ماذا يوجد على اليمين. there is a large basin of water، يوجد حوض كبير من الماء. basin حوض of water and lavatories، lavatories مراحيض with running water مع ماء جاري، ثم انتهى الكلام نقطة. إذا يقول ابن بطوطة دخلت دمشق يوم الخميس في 9 من رمضان من العام 726 and lodged نزل أي أقامة at الشيبيشية the Malikite College الكلية المالكية. Damascus surpasses all other cities in beauty. دمشق تفوق جميع المدن الأخرى في الجمال. The Umayyad Mosque المسجد الأموي is the most magnificent mosque هو المسجد الأكثر روعة in the world في العالم. The finest in construction الأجود في الإنشاء. Finest الأجود أو الأكثر جودة construction إنشاء. And noblest الأكثر نبلا in beauty في الجمال. Grace الرقي and perfection والكمال. Its beauty is unequaled جماله لا يضاهى. The Caliph وليد the first الخليفة وليد الأول. CE CE هي common era الحقبة العامة أي بعد الميلاد، ترمز إلى بعد الميلاد. Built it بناها. He asked the Roman Emperor طلب أو سأل الإمبراطور الروماني at Constantinople في القسطنطينية للمساعدة، إذا طلب مساعدة هذا الإمبراطور. The Emperor sent him 12,000 men الإمبراطور أرسل له 12,000 رجل. The Western Door الباب الغربي is the door of the post هو باب البريد. In the passage outside the door في الممر خارج الباب there are candle makers shops توجد محلات صانعي الشموع and a gallery to sell fruit ومعرض لبيع الفاكهة. The northern door الباب الشمالي is the door of the confectioners الباب الشمالي اسمه باب الحلوانيين الذين يصنعون الحلوى. Outside في الخارج there is also a large passage يوجد أيضا ممر ضخم. On the right على اليمين there is a large basin of water على اليمين يوجد حوض كبير من الماء and lavatories مراحيض with running water مع ماء جار. Spelling التهجئة complete the following email أكمل الإيميل التالي in the present continuous بالمضارع المستمر using the correct ing spelling باستخدام تهجئة الـ ing الصحيحة للأفعال بين الأقواس. الفعل الأول rain يصبح is raining أو باختصار فاصل علوية و s بعد الضمير ثم raining لم يطرأ عليه أي تغيير فقط أضفنا الـ ing. are not lying كلمة lie تكتب l-i-e نستبدل الـ i-e b-y ثم نضيف الـ ing وباختصار aren't lying. are not الفعل swim ينتهي بحرف ساكن وقبله حرف علة نضاعف إذن الحرف الساكن ونضيف الـ ing وهذا هو الشكل المختصر. freeze يبقى كما هو نضيف فقط له الـ ing. stay أيضا نضيف الـ ing لا نضاعف الواي لأن الواي حالة خاصة حتى لو سبق بحرف علة. I'm eating الفعل eat نضيف له الـ ing فقط. الفعل buy أيضا مثل الفعل stay حرف ساكن سبق بحرف علة المفروض في القاعدة أن يضاعف ولكن الواي بالذات لا يضاعف يبقى كما هو إذا نضيف فقط الـ ing. spending فعل spend لا يتغير أيضا نضيف له الـ ing. وهذه هي الأشكال المختصرة للـ verb to be عندما يضاف للضمير الذي قبله ثم الفعل مع الـ ing. page 63 linking words كلمات الربط review مراجعة. circle the correct linking words ضع دائرة حول كلمات الربط الصحيحة. in April 1350 في نيسان 1350 ابن بطوطة was back in Tangiers عاد ابن بطوطة إلى طنجة. لدينا after أو before
hearing that the king of Spain wanted to attack Gibraltar. بعد سماعه أن ملك إسبانيا أراد مهاجمة جبل طارق, he decided to join the Moroccan army to defend it. قرر الانضمام إلى الجيش المغربي للدفاع عنه. ثم لدينا الكلمتين في بداية الجملة. When, because, he arrived. عندما أو بسبب هو وصل. He saw the Black Death had killed the king of Spain. إذن هل نستطيع أن نقول لأنه وصل رأى أن الموت الأسود قتل ملك إسبانيا, أو عندما وصل؟ الجملة المنطقية عندما. إذن في هذه الأسئلة عليكم أن تعرفوا معاني جميع هذه الكلمات, تترجموها للعربية وتقرروا بالمنطق أي كلمة هي الصحيحة. إذن عندما وصل رأى أن الموت الأسود قتل ملك إسبانيا. And but many soldiers in the Spanish and also the Moroccan armies. إذن قتل الملك ولكن العديد من الجنود في الجيش الإسباني, أم والعديد من الجنود؟ إذن الصحيحة هي and. إذن الموت الأسود قتل الملك والعديد من الجنود في الجيش الإسباني, ولدينا and also the Moroccan armies, وفي الجيش المغربي, وليس أيضا الجيش المغربي. إذن هذه معطوفة, والجنود من المغاربة. ابن بطوطة. But however decided to go on traveling. ابن بطوطة. ثم لدينا but however decided to go on traveling. To go on يتابع السفر. إذن قرر متابعة السفر. نستطيع هل نقول ابن بطوطة لكن قرر السفر, أم ابن بطوطة مع ذلك قرر متابعة السفر؟ إذن نقول مع ذلك. ملقا. لدينا and also. Grenada were wonderful cities. ملقا غرناطة كانتا مدينتين رائعتين. هل نقول ملقا أيضا غرناطة, أم نقول ملقا وغرناطة؟ إذن نقول and. But so Grenada was larger and more beautiful than Malaga. ولكن أو لذلك, so لذلك غرناطة كانت أكبر وأكثر جمالا من ملقا. هل لأنهما كانتا مدينتين جميلتين نستطيع أن نقول لذلك فإن غرناطة كانت أكبر؟ لا, إذا نقول ولكن غرناطة كانت أكبر وأكثر جمالا من ملقا. لدينا after when بعد وعندما. Visiting Grenada, ابن بطوطة decided to go back home. قرر ابن بطوطة العودة لوطنه. إذن هل بعد ذلك قرر أو عند زيارة غرناطة قرر؟ لا, لقد قرر بعد ذلك. After visiting Grenada, بعد زيارة غرناطة قرر العودة للوطن. هو لم يقرر العودة لأنه زارها فصدم بها وقرر العودة, لكن بعد انتهاء زيارته قرر العودة. Exercise 5. Imagine you are Ibn Battuta. Use the diary entry in exercise 2 to write a postcard to one of your friends. إذن تخيل أنك ابن بطوطة, استخدم مذكراته لكتابة بطاقة بريدية لأحد أصدقائك. اتبع النموذج في الصفحة 61. هذا التمرين متروك لكم.